بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: ما الوصية التي وصاها سيدنا الخليل إبراهيم لسيدنا رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن سيدنا الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم التقى برسول الله في السماء السابعة. سيدنا النبي مر كده بالسماوات، سماء تلو سماء، ومعه سيدنا جبريل إلى أن وصل إلى السماء السابعة. فلما وصل إليها وجد سيدنا إبراهيم يسند ظهره للبيت المعمور ويعلم الأطفال الصغار القرآن الكريم، فسلم عليه وعرفه آدم به فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الله، وبشرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سيدنا إبراهيم بيوصي سيدنا النبي، ما هو حفيده، لأن سيدنا النبي من نسل سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم، بيوصيه بيقول له: بلغ أمتك مني السلام وقول لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أرض خصبة، وأن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وناخد بالنا، اللي يتأمل في سورة الإسراء يجد الكلمات الأربع في السورة: سبحان الله، بدأ الله السورة بالتسبيح سبحان الذي أسرى، الحمد لله يقول في خواتمها وقل الحمد لله، لا إله إلا الله في قول الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذا معنى لا إله إلا الله، والله أكبر ختمت بها الصورة في قوله تعالى وكبره تكبيرا. يبقى سيدنا الخليل إبراهيم بيوصي حضرة النبي اللهم صل عليه نحن نكثر من قولنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نسأل الله جل وعلا أن يكتبنا عنده من عباده المسبحين الحمادين المهللين المكبرين المحوقلين المستغفرين المكثرين من الصلاة والسلام على خير النبيين، اللهم أمين. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة الإسراء والمعراج أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.